السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدهم فوزي في الجولة الأولى من بطولة جراند سويس 2023 يبص في البيرنج أو المزاوجة إيه ده؟ هلاعب أليكسي شيروف فاير أون ذا بورد أنت لسه إيه ده؟ الراجل لسه عايش يرد عليه أليكسي شيروف يا ابني عيب يا ابني ده أنا عندي 51 سنة بس أنا مش كبير أوي للدرجة دي بس أنت من أيام اللي... أيوة أنا من أيام هو فعلاً جاري كاسبار وفوكربوف والعالم دي انا كنت سنه 94 الثاني على العالم انا جامد قوي ربنا يديك الصحه يا حاج اتفضل المهم اليكسي شيرو بيلعب بالقطع البيضاء الراجل ده ستايله اسلوب لعبه شبه اسلوب تال بتاع زمان وشبه اسلوب تال بتاع اليومين دول تال العرب ادهم فوزي يعني بيحب الاشكال العنيفه هل لسه بيلعب بنفس ستايله ونفس اسلوبه ولا عقل لما كبر و... هنشوف ولو ان الحاجات دي ما بتعقلش يعني بيبقى, بيبقى اسلوبه شخصية بدأ ملك من أليكسي شيروف أدهم يلعب السقلي احنا بدأنا الفيديو اه اشتراك والحق يلا ماشي نايت اف ثري نايت سي سيكس دي فور اكل اكل نايت اف سيكس هات البيدة نايت سي ثري حميت البيدة يبدو وكأنه سقلي اه كلاسيك خالص ما فيهوش مشاكل اللي هو الحصانين طالعين ممكن تلعب دي 6 دلوقتي ده استقل الكلاسيكي جدا لكنه لاعب اي 5 اللي انا فاكره ان اسمه آه شفشنيكوف سيسيليان هات الحصان يذهب الحصان الى هذا المربع طالبا الدخول بكش فتاكل فاكل بالوزير واخد منك امتياز الفلين واحرمك من التبييت تضطر تحط الوزير في وشي عشان نكسر وزره وتبيت بس ساعتها بتخش اند جيم والابيض معاه آه امتياز في لين فعلى ايه كل ده؟ دي 6 ممنوع تخش هنا اكتر نقله ملعوبه على الداتا بيز هي بيشب جي 5 محاوله التخلص من الحصان والذهاب بالحصان الى هنا قصه طويله ودراسه لكن دي كمان موجوده ايه ده ده بدا ببلاش ما ينفعش يتاخد عشان الكش والحاجات ماشي ماشي امال بيتلعب ايه بيتلعب حصان في حصان تاكل بالبيدق تمشي وهنا قد تغير الشكل البيدقي يعني يعني في ماجورتي أربعة على ثلاثة والجنب الثاني في ماجورتي أربعة على ثلاثة وبالتالي الأبيض هيبقى لعبه في هذا الجناح الأسود هيبقى لعبه في هذا الجناح الشكل البيدقي في كل مباراة يحدد أفكارها وخطط الميدل جيم ولذلك لو عاوز تتطور كويس جدا ذاكر ميدل جيم ستراكشرز يعني ذاكر بدأ معزول، ذاكر ماجورتي، ذاكر بيادئ معلقه، تلعب ضدها ازاي وتلعب بيها ازاي. 9 g 6، كوين a 4 عاوز يكشف عليه، قال له انا مش عيان، حط الفيل. الوزير اتحرك هات البيده، الوزير اتحرك حمل بيده. وبدأ اليكس يشيروف يشغل بقى الحاجات بتاعت زمان ويديها واحده h4، ولو ان كل دي شكلها محفوظات وبيسمع هو ادهم حتى الان ادهم لعب h5 Bishop e3 امشي لو سمحت رجع مكانه Bishop e7 البيضاء مطلوب لو انت عايز تلعب بمبادرة يعني بإنشيتيف يعني تعمل مشاكل يعني تبقى أليكسي شيروف فعلا هتلعب نايت a4 ولو البيضاء اتاخد دي حاجة وحشة جدا الحصان بيخش هات الرخ الرخ تتحرك اكل هنا وبعدين اكسب فرق ما ينفعش البيضة يتاخد لازم تمشي اولا ولو طلبك يعمل لك كده هو كربسك شوية وحتى حصان جامد حلو الكلام وممكن اخد منك كمان امتياز الفلين الشكل ده وصل على الداتابيز مرة واحدة وخلص تعادل لما شفت نقلة جي 3 عرفت ان أليكسي شيروف كبر وما عادش عايز يتخانق مع حد يعني ليه انت طالب يا ابن ج3 داس على الساعة وكتب النقلة حط سجايره وجهاز والو... الضغط والسماعة الحاجات دي كلها تبيت e ايتو هات البيدق وادهم يلعب افضل نقلة على الانجن وهي نقلة تدل على فهم عميق للشكل B5 بي تضحية بيدا اه لكن تضحيه البيدق ستوقف فكره اني ادفع أدفع 4 وسي 5 وتاكل اكل ويبقى عندي بدائين سالكين ان الماجوريتي تنجح ممكن اضحي ببيدق بس الماجوريتي تبوظ اولا انت لو ذهبت في الخطه بتاعت اني حنتش البيدق بانك مثلا تلعب حاجه من دي لو انا عاوز العب على تفوق حسيبك ولو انت بيت هأخد المربعات البيضاء طب ما نرجع يا راجل وسيب وزنك ببلاش؟ ما طيب. لو انت مش عايز تلعب على تفوق والشكل يبقى اصفار وترجع بدئك حتاكل عادي. ولما ياكل بالوزير تاكل ولما ياكل بالحصان تطلب الحصان والبدء ده هيقع لو دفع البدء حتى بلندر عشان رخ فيل وبعدين تاكل والرخ تروح. فلا بد ان تستجيب وتمشي والبدء يرجع. حلو الكلام؟ حلو الكلام ان شاء الله. فهي مش تضحية بدء حقيقية ولذلك هو ما الشكل ده وصل على الداتا مرة ما بين ماجنس بالقطع البيضاء وكرياكن بالقطع السوداء وماجنس كسب بعد ما لعب بيشي بيكس لكن في نوفلتي لعبت من أليكسي شيروف تبيت يا ابني أنا مش عايز منك حاجة أنا كبرت يا ابني ماشي ماشي خلاص F5 أدهم عارف كويس انه عطل الماجوريتي ما بتتحركش بسهوله وبدا يحرك الماجوريتي بتاعته هو الان سقط البيدق هات الحصان وادهم يكون محضر في جعبته لا وقف فيديو فكر نقله قويه والانجن مش معترض عليها نايت تيكس ايه ده ادهم دي تضحيه قطعه قطعه بيور انا بس هلعب على تعويض على القطعه لو اكل هيدفع البيضه طب ما الفيل يرجع فين التعويض اساله ادهم انا ما اعرفش لان هنا في تكملات كتير مش وحشه يعني الانجن بيقول روك اف 6 يمكن عايز كده ويرجع بيضه وينشط الرخ الانجن بيقول كوين دي 8 كويسه الانجن بيقول حتى بيش بتكسي مش وحشه فادهم ان شاء الله لو في فرصه ونجيبه معانا في بث مباشر يقول لنا كان هيكمل الماتش ده ازاي لكن أليكسي شيروف اللي كان المفروض ينتش البيدا ويتحدى أدهم خاف ياخد القطعة ينتش القطعة يعني خاف ياخد القطعة وقال لأدهم انت تل العرب انا مش انا عادش فيها حيل احسب انا هدفع البيدا ومش هقبل التضحية الاسود معاه تفوق 8 من 10 دلوقتي بعد نقلة وحيدة بشب اي 8 وهي مهمة لأنها تحمي طريق رجوع للحصان. بشب باك كمان بعد بدأ في بدأ هات الفيل ياكل الحصان عرف يرجع. عد البيادق 1 2 3 4 قصاد 4 والشكل تعادلي. خلي بالك إن أدهم ما كسبش بدأ ولا حاجة لما نتش البيدق لأن كان في قصاده بدأ آخر سقط على الإتش 5. روك باك تو إف 2 والان بشب دي 7 سقط البيدق اخذ البيدق دلوقتي اوكي جدير بالذكر ان ما عادش فيه فكره اني اكل هنا ممكن ياكل بالوزير ياكل ممكن تعمل كده لو طلبتك خلي بالك انا ممكن امشي والرخ دي حاميه البيدق فما فيش حاجه تقلق يعني بشب دي 7 مثلا ويجي هنا الأبيض اللي... احسن ففكره التكسيرات هنا مش حلوه ادهم كان عنده تضحيه بيدا انا مش بقولها له وما يعرفهاش هو لعبها في الماتش بس يمكن مش في الميعاد المناسب من دلوقتي انه يفتح الفيلين بتوعه بدا ببلاش لو البدا اتاخد هيقفز كده اهو بعدين يلف كده اهو بس الفيل بتاعه اتحرر والشكل صفار لو اكل بالفيل شكرا على امتياز الفيلين الاسود احسن بعد جيت تكس افضل نقله والان كوين بي 6 يضغط وعايز رخ في بيدق رخ بدأ بعدين طبعا الوزير دلوقتي موجود. يعني مثلا الانجن بيقول احسن نقله كده عليها بشيب h3 اصلا تفوق واحد للاسود في هذا الشكل. طيب افرض ما لعبش الرخ دي افرض مثلا لعب دي دلوقتي مثلا مثلا دي حلوه اه حلوه بشيب h4 اهو ده التهديد الرئيسي اساسا اوكي. بشيب f6 لعبت والان اي 4 بشيء E5 هات البيدق روك اف 3 حمل بيدق كوين D8 عايز أجيب الوزير واجي أهجم والآن الرخ الأخيرة جاءت للمباراة كوين F6 هات البيدق دفع البيدق للحماية والآن وجد أدهم فوزي تضحية البيدق والشكل صفار يا ولدي صفار على الإنجن أكل بالبيدق والآن نايت H4 هات الرخ تحركت الرخ والآن اتزحلق كده تاركا قطعة كاملة مقابل ان انت ممكن تاخد رخ بس انت مربوط حتى الان لكن انا باكل والقطعة راجعة رجعة يعني انا عايز رخ كاملة وعايز القطعة والشكل تعادلي تحركت الرخ يلا رجع قطعتك بس دي فيها خرم ايه هو ان رخ في رخ ياكل رخ في رخ ياكل وبعدين ياكل بكش تاكل ياكل بامعاء بدائين زياده الانجن يزعم ان هذا الشكل بعد البدائين الكونكتد دول دلوقتي تعادلي على الانجن بس مش سهل البدائين دول برضو خطيرين لكن اللاين التعادلي جدا 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 انك تاكل الحصان اولا ياكل مثلا بالفيل ودلوقتي الدشمل كله تيك 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 وخد بالك لو دفعت البدء بتاخد مات في اتنين كش يمشي مات فالبدا متعطل البدا بتاعي محمي الوضع حلو هنا اصفار احسن بكتير من اللي فات طب ادهم انت عملت ايه دخلت في اللاين الخيبان شويه ولا اللاين التعادلي اللي وتتعادل مع اليكسي شيروف روك اف 6 ايه ده يا ادهم دائما اسرع نقله تلعبها هي النقله اللي بتخسرك الماتش للاسف موبايل سايلم لو سمحت مش عايزين وجع دماغ سايلم هولي سايلم هولي اوكي جماعة أنا عارف إنها اسمها سايلنت بس أنا بحب يعني أروش يعني معلش مشيها ليه كده يا أدهم؟ أخد إيه دقيقة وشوية؟ أدهم أنت خسران قطعة هنا أنت محتاج ترجع القطعة هل أدهم كان في دماغه إنه بيدي ماتات مثلا؟ أنا مش عارف بس دي بلندر واضح في لحظة الشكل صفار لان الراجل جاب جاب وزيره وحمى كل حاجه خلاص ه... احنا في رقم ده 30 هيلعبوا خم... هيلعبوا كمان 20 نقله اقول بس كلها في الطراوه يعني مفيش حاجه انت معاك قطعه بتحاول تكون قاعد بيطارد الوزير بالقطع اداله كش ام ضحي فرق كمان بس قال يعني ه... مش قال يعني اللي هو يعني هيكشف الملك شويه بس الملك ما تكشفش ولا حاجه جاء الحصان الان ضاغطا على الربطه تحرك اوه oh سوري هنا مفيش ربطه ولا حاجه هل ممكن ياكل لا ما ينفعش ياكل لان هيبقى فيه تكسيرات زياده دي مش ربطه انا اسف انا بهرت معلش الحصان جه هنا وبعدين آه لا مش هقطعها في المونتاج ما هو الواحد بيغلط عادي يعني اتس احنا يعني بنفكر وبنغلط ونقول حاجات صح والحياه الانسان خطاء يعني ولا انت ايه رايك؟ اوكي. روك h1 كش يتحرك رخ جيت خد بالك يعني انت عد بص الموقف ادهم خسران دلوقتي رخ كامله وفي بيجري فيعني تحصيل حاصل اللي جاي ده اللي هو الراجل ده كبر يمكن يغلط بس ما بيغلطش وخلاص عايز يديله مات عايز ياخد البيدق مع رخ كامله زياده، البيدأ بيجري، تفوق 12. سادن ديث، موت مفاجئ. كان في ايدك تلعب بهدوء جدا وبصراحه انا حتى الان ما عنديش تفسير يعني انا عارف عارف شويه في التشيس سايكولوجي لان انا يعني تعرضت للحاجات دي في المباريات بتاعتي. ممكن اقلق ممكن احسب غلط ممكن اعمل بس انا حتى الان مش فاهم ايه اللي حصل عند ادهم، لازم ادهم يقول لنا. يقعد معانا ويقول لنا ايه اللي حصل؟ فكر ازاي؟ ممكن يقول لك على فكره بعد ما لعبت النقله انا ما كنتش واخد بالي ان انا ما رجعتش قطعتي او اتلخبطت في الحسابات، بني ادم انسان هابنز بس ان شاء الله اللي جاي افضل بالنسبه لادهم ويعمل حاجه النهارده قويه. تعالوا نشوف ما الذي حدث مع باسم امين. باسم امين يلعب بالقطع البيضاء ويلعب بيد لو انت لسه معايا لحد دلوقتي بشكرك من كل قلبي. ناي... يعني ومش هطلب منك اي كفايه ان انت لسه موجود ايطالي واو دكتور باسم يعني بعد عن الكينجز انديان وبيطور افتتاح اخر او ريبلتوارج كمان ما لعبش الكلاسيكال اللي هو السي 3 والكلام ده لا لعب نايت سي 3 اي 6 Bishop جي 5 h 6 امتياز فلين اعطاه للاسود من اول المباراه هو يلاعب جراند ماستر الماني اسمه دينيس فاجنر اعتقد بتتنطق كده تقييمه 2589 هات الوزير رجع الوزير سي 3 هيبدا يحضر لهذه الحاجات دي 6 فتح لفيله ضرب الوسط بدي 4 الان سحب الفيل الى الوراء جدير بالذكر ان بدا في بدا في بدا مش هيدي له كش ولا حاجه لاني هاخد منك الفيل يبقى انت اديتني امتياز الفنان اللي حيلتك فمالوش معنى فالافضل انك تسحب الفيل الى الوراء والان بدأ في بدأ من دكتور باسم طلع بالفيل جدير بالذكر ان نايت تيكس ممتازه اعتقد مش عارف بدأ في بدأ وحشه ولا حلوه عليها كوين اي 2 يمكن تبيض طويل اوكي لكن صاحبنا طلع بشب اي 6 دكتور باسم اخد البيدا اللي بعده في تضحية بدأ واضحة وصريحة حصلت دلوقتي من الاسود عد البيادئ الابيض معاه بدأ زيادة كوين اي 2 تبييض طويل دكتور باسم كان عليه ايضا انه يبيض طويل او يلعب بي 4 لمنع نايت اي 5 مهاجمة الفيل لكنه لعب روك دي 1 الانجن مش عجباه ويبدأ الجي ام ال 2500 وي تقريبا 2600 الا 10 بونت او 11 بونت يلعب أفضل نقلة على الإنجن نايت أي 4 هات الفيل. الموقف ده بيفكرني لما جراند ماستر عبد الرحمن هشام شاف نقلة جديدة في الافتتاح وغطس نص ساعة ورجع أسطوري. رجع جايب اللاين اللي بي بيأكل للأسود. ودي خبرة الرقعة. دلوقتي أنت لو تعاملت مع الموقف برعونة بدلع هتخسر الماتش يعني الفيل مطلوب طب ما تاكلوش من هنا هسحب الفيل مثلا فهو ياكل فانت تاكل بعدين يجيب الرخ الاخيرة الى المباراة فما أعرفش انت هتعمل ايه طبعا التبيت هنا بلندر فادح لان هياكل 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 وازرك يروح في الاخر فالتبيت هنا فاشل دعم الحصان بزيادة كمان شكله فاشل عشان بيشب تيكس دلوقتي لو اكلت بالرخ مثلا، عليها الكش، لازم نايت دي2 ولا كده عليها رخ في ب شفت بقى الرعونه اللي انا بتكلم عليها؟ فدكتور باسم غطس غطسه محترمه، هو عارف ان الاسود احسن شويه، رغم ان الاسود خسران بيدق، لكنه جاب نقله تصعب الموقف على الاسود جدا، النقله هي نايت باك تو اي3. انا عاوز الم نفسي وبيت ويبقى معايا بدا زياده وخلاص عارف احسن نقله على الانجن ايه الاسود؟ انه يضحي ايوه بس التضحيه هتخسرك وزير على الانجن اسود معاه تفوق واحد لكن اللعب على الرقعه صعب هو مضطر يضحي ما يمشي اه ممكن بس انا هسحب الفيل والامور كلها اتقفلت معايا بدا كامل زياده وهبيت حتى البدا ده ما بيتاخدش بي 4 قطعه مطلوبه وقطعه مطلوبه اوكي طب ايه الحل دلوقتي العب مثلا كينج بي 8 والابيض يبيت والابيض زي الباشا يعني انت دلوقتي لو ما خدتش قرار انك تخش في تكسي... في تضحيه الوزير هتبقى خسران بيدق بدون تعويض فعليك ان تلعب النقله خلي بالك النقله دي آه تعويضها كبير انت ما ينفعش تاكل بال بالملك لانها الليجال موف نقله غير قانونيه ما ينفعش تاكل بالوزير يبقى انت كده وزير قصاد وزير خسرت فرق كمان يمكن لا مش فرق تكسير يعني ممكن ياكل كده روك اه الفيل ده بيروح في الاخر الفيل ده بيروح في الاخر روك تيكس تاكل كده الفيل ده بيروح في الاخر. ما ينفعش اجباري اجباري تاكل بالحصان وتسيب القطعه دي كمان يعني الراجل ساب خد خد رخ وهياخد قطعه كمان وهياخد مبادره وامتياز في لين يعني انت كمان بالملك مش عارف تبيت فهندلت الشكل ده والتعامل معاه مش سهلة ابدا بيشب دي 3 استحملك خلي بالك ان بيشب تيكس هنا مش حلوه مش علشان هاكل لا ما ينفعش اكل عشان ممكن يربطني لكن ده ببلاش فلازم الاول يتحرك بالحصان بي 3 الحصان يعود طالب الوزير يتحرك الوزير والان يبدو ان البدء بيتاخد انت مستعجل على ايه الافضل ان تاتي باخر قطعه في المباراه الاكله دي مش حلوه ليه لان سي 4 دلوقتي موجوده والتبييت موجود بس سي 4 التي لعبت لتحجيم هذا الحصان وحرمانه من مربع الدي 5. نايت دي 7 تبييت نايت سي 5 نايت اي 3 خلاص دكتور باسم ظبط الدنيا، بيت القطع كلها بتلعب وهيدور على تكسير، يقعد يكسر يكسر يكسر, يكسر والماتش يخلص في صالحه المفروض. رخ جت الرخ, جات الرخ جات دخل مش عايز يكسر الرخ كسر, كسر ياض غصب عنك ياض حط الحصان دلوقتي لازم فتحرك هات وزيرك مشي رجع بالفيل اكل اكل مشي هنا الانجين بيقول افضل نقله ان تاكل بهذه الطريقه واذا اكل تاكل بهذه الطريقه هات الوزير وفي نقله لا على البال ولا على الخطر كوين اف 2 ازاي اقف في وش الوزير ده ممكن يكشف مثلا بكش كده وياخد وزيري ولا بالأسف الكشافات والحاجات دي لا لا تودي إلى أي نتيجة جيدة. وكشفة أخرى كده مثلا ينتج بيدا لا أنا باكل الفيل. أه طب خلاص يا عم أنا هحمل الفيل الأول. أه خد مات في واحد. ماشي. وبالتالي دي أفضل فيرجن أو أفضل شكل الإنجن مديه. لكن رخ في رخ اتلعبت. شكرا مزيد من التكسيرات نقترب من الفوز. كوين دي فور هات وهات رخ على السابع أخد البيدق دفع البيدق كش مشي كش مشي دفع البيدق طلبه قام إديله كش أولاً وبعدين أكل إداله كش مشي وبعدين ربط البيدق عايز يرجع البيدق هات بيدق آخر لك ده بس اعمل إضافة على الجنب التاني أكل أكل دفع البيدق الملك يتحرك كش الملك يتحرك والآن دفع بيدقاً آخر هات البيدا او ضاغط على البيدا عاوز يحقق سي 5 يقفل الطريق وياخد البيدا و خلي بالك ده اللي حصل هو دفع البيدا اهو وقفل السكه ودلوقتي بيهاجم ايه ده ده ساب البيدا ببلاش لا عشان بتربطه ولو هيحميه بدفع البيدا وبكسب هنا انسحب الراجل بس دي تكمله من عندي جدعنه كش ياكل وخلاص البيدا بيجري ده غير ان في شبكه مات، يعني ده في مات من هنا ولو مشي كده يمكن يدفع تاني وي ماشي. ويفوز دكتور باسم في المباراه الاولى بخبره بمعلمه بال... بالبلدي كده، ليه بقى؟ لان هو يعني جاب النقل الممتاز اللي يمكن على الانجن يكون افضل لكنه مصعب الموقف واقعيا على خصمه. اللاعب بدون وزير مهما كان محتاج محتاج ماجنس محتاج حد تقيل قوي قوي في البوزيشن. انا شفت مباريات لماجنس كارلسن بوليت وربد وبليدز ثلاث قطع قصاد وزير اسطوري عنده فهم القطعه المفروض تتحط فين اوكي اتمنى تكونوا مبسوطين ومستمتعين ولايك لذيذ واشتراك واشوفكم على خير في حلقه جديده يعني توقع بقى ان هيبدا يظهر فيروزه هانز نيمان العم نعمان ما هم دول مشاركين برضه ناكامورا لما يلعب ماتش حلو يعني امبارح ناكامورا تعادل آه، فيروزة تعادل انيش جيري تعادل دودا وريتك الماتش بتاعه في الحلقه اللي فاتت اي تفاصيل عايز تعرفها عن الحلقه عن البطوله هتلاقيها في الحلقه الاولى من هذه السلسله سلام عليكم ورحمه الله وبركاته